اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين الى حلقه جديده من فضاء حر، والتي نناقش فيها مواقف الامم المتحده والمجتمع الدولي بشان اليمن منذ الانقلاب. بعد شهر من انعقاد المشاورات بين وفدي الشرعية والانقلاب في الكويت، وبعد رفض وفد الانقلاب الاعتراف بالمرجعية الثلاث، يبدو أن الأمور تسير نحو طريق مسدود. وفي حين أظهر وفد الشرعية تمسكا حازما بضرورة اعتراف الانقلابيين بهذه المرجعيات، يبدو موقف الأمم المتحدة متراخيا بصورة مثيرة للتساؤل والاستغراب. فالمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لم يعلن حتى الآن عن الطرف المعيق للمشاورات، مع أنه أكد مسبقا أن طرف الانقلابيين التزموا بالمرجعيات التي سيتم التفاوض بشأنها، وعلى هذا الأساس ذهب الجميع إلى الكويت. وكان القرار الأممي 22/16 الصادر بشأن اليمن قد دعا الانقلابيين إلى التراجع الفوري عن الانقلاب وإزالة مظاهره بصورة عاجلة دون قيد أو شرط. وبعد مرور أكثر من عام على صدور القرار، وحتى هذه اللحظة لم يطبق الانقلابيون خطوة واحدة من الخطوات الست التي طلب القرار بتنفيذها، بل إنهم مضوا قدما في ممارسة المزيد من الانتهاكات والمخالفات غير عابئين بالمجتمع الدولي صاحب القرار، وهو ما دفع بعض المراقبين لتفسير ذلك باطمئنان الانقلابيين من الموقف الحقيقي للمجتمع الدولي أو لبعض دوله النافذة. عن جدية موقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تنفيذ قراراته الخاصة باليمن سيكون موضوعنا لهذه الحلقة من فضاء حر، مع ضيفينا عبر الأقمار الصناعية من القاهرة الدبلوماسية اليمنية واستشارية بناء السلام الأستاذة جميلة علي رجاء، ومن الكويت عبر سكايب الناشط السياسي الأستاذ فهد الشرفي. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأدعوكما للإجابة على السؤال المشترك. والبداية معك أستاذة جميلة، هل تعتقدي أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي جادين فعلا في إزالة الانقلاب في اليمن؟ بدءا شكرا على هذا اللقاء، وأتصور لست ناطقة باسم أحد، ولكن أتصور نعم بأن المجتمع الدولي زائد الأمم المتحدة جادين في المساعدة في تنفيذ القرار 22/16 لعدة أسباب. أن نعم. الوضع في اليمن لا يحتمل أي تأخير بأي شكل من الأشكال، والكلفة الإنسانية والاقتصادية والمالية لا تحتمل لحظة واحدة يتم التأخر فيها، هذا واحد. اثنين، الخوف من الجماعات الإرهابية وبقاء الدولة، بقاء البلاد بلا دولة، وهذه في خطورة بالغة من كل الجماعات المسلحة التي موجودة في اليمن. نعم. رقم ثلاثة، بأنه الـ 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 كما ذكرت بأن كلفة الحرب أيضا لن يستطيعوا أن يتحملوها. رابعا، هناك ضغوط شديدة من كثير من الجهات المنظمات الدولية الأخرى في أن تقف الحرب والعودة إلى مشاورات السلام. نعم. طبعا نعم. هناك أمور أخرى نعم سنناقشها في سياق الحلقة. أستاذ فهد الشرفي، يعني هل تعتقد فعلا بجدية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بهذا الشأن، بشأن إزالة الانقلاب في اليمن؟ أولا السؤال سؤال عميق قليلا، يعني في هل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي جادا في إنهاء الانقلاب؟ نعم. هل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يذهب في اتجاه تنفيذ القرار 22/16؟ أنا أقول مواقفهم إلى الآن المعلنة، المواقف الأغلبية الدول 18 إلى الآن داعمة للشرعية ومع تنفيذ القرار، مواقف أيضا أعتقد أنه فقط هناك ربما ضعف في الرؤية لدى الأمم المتحدة ولدى مبعوثها إسماعيل ولد الشيخ، ويريد أن يحقق نجاحا، لكن كيف ولا يهمه كيف أن يكون هذا النجاح، يهمه أن يصل إلى اتفاق. هل سينفذ هذا الاتفاق؟ هل سيصمد؟ هل سيضمن لليمنيين عودة الدولة الضامنة؟ هذه الأسئلة ربما أنها إلى الآن ليست واضحة، إجاباتها ليست واضحة إلى الآن. نحن نرى أن إسماعيل ولد الشيخ يضغط في اتجاه إنجاز اتفاق، أي اتفاق. لكننا لا نريد أن ننجز، أن نرحل المأساة وأن نرحل الحرب إلى حرب كارثية قد ربما تشمل الجزيرة العربية، ألم تكن الحرب في عمران أو في صعدة ثم شاملة اليمن؟
نعم، سوف أكتفي بهذا القدر من إجابتك. يعني تتحدث أنت عن أنه ولد الشيخ قاد بإنجاز تسوية، لم تتحدث، يعني يبدو أن لديك يعني رأي فيما يتعلق بإزالة الانقلاب ومظاهره تحديدا. أشكركما ضيفي الكريمين على هذه الإجابة المختصرة، ونستعرض معكم ومع المشاهدين الكرام هذه المادة الرصدية التي تسلط الضوء على أبرز مواقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن اليمن منذ الانقلاب على الدولة في سبتمبر من العام 2014. إليكم من جديد أعزائنا المشاهدين وضيفي الكريمين، وإليك السيدة جميلة. الحكومة الشرعية ذهبت إلى الكويت على أساس أن الإنقلابيين وافقوا على تطبيق القرار الأممي بحسب تصريحات إسماعيل ولد الشيخ لوسائل الإعلام، لكنهم رفضوا تطبيقه، وهذا كان يحتم على الأمم المتحدة أن توضح للعالم من هو الطرف الذي ينقلب على الاتفاقيات والالتزامات، ولا فإنها تعتبر من وجهة نظر البعض شريكة في عملية خداع الشرعية واستدعائهم للكويت من أجل الضغط عليهم وتمرير اتفاقية لا تحقق السلام ولا تستعيد الدولة. لماذا برأيك يمارس ولد الشيخ هذا الدور ويتراجع عن تصريحات هو من أطلقها؟ أعتقد نعم أستاذة جميلة. أوكي، أعتقد بأنه هناك قليل من سوء الفهم. ما أعرفه بأن هناك اختلاف أو خلاف في تفسير قرار 22/16، وكلما كلنا نعلم أنه الترتيب الذي جاء به في القرار 22/16 بأنه يتم الأول تسليم السلاح والمدن والمخفيين يتم إطلاقهم وما إلى ذلك، ثم يتم استئناف الحوار السياسي. نعم. الجانب اللي هو جانب الحوثيين وجانب علي عبد الله صالح يرون العكس، يرون أولا أن يتم الحوار السياسي على أمور عودة الدولة ثم تسليم السلاح، لأنهم يقولون لمن يسلمون السلاح. وأولئك أيضا الحكومة الشرعية تقول بأنها لا تستطيع أن تعود إلى العاصمة لوضع أمني غير مستقر وأن يتم إلقاء القبض على الحكومة مرة أخرى كما حدث في الماضي. وأعتقد أن الهاجس المسيطر على هذه المباحثات هو هاجس الخوف أو المخاوف مضخمة جدا،
فتحتاج إلى كثير من العمل عليها، وأن يكون هناك ضمانات أيضا على الأرض، وأن تكون محاولة الموازنة بين الموقفين بحيث تكون خطوة واحدة موائمة لتسليم الأسلحة مثلا وتسليم المؤسسات الدولة، ويواكبها في نفس الوقت عودة جزء من الشرعية أو الحكومة الشرعية إلى العاصمة. فتحتاجها إلى دقة شديدة في التعامل مع هذه النقطة، وأنا لا أرى حقيقة بأنه أن هناك. طيب أستاذة جميلة، أنت ذكرتي الآن جزء من كلامك الرفض. أستاذة جميلة، أنت في جزء مما ذكرتيه بأن هناك هاجس الخوف بين الأطراف الموجودة الآن في المباحثات، وربما يمكن أن يزيل هذا الخوف، وكان من آليات إزالة هذا الخوف تطبيق إجراءات بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها في بيل في سويسرا، لكن ذلك لم يحدث ولم يتم ممارسة أي ضغوط لتنفيذ هذه الإجراءات. يعني كنت أسألك عن هذه النقطة. في فرق بين إجراءات بناء الثقة، واللي منها كان إطلاق سراح المختفين، والذي نشدد عليه، ما زلنا نشدد عليه كمواطنين وكمحللين سياسيين، ولكنه في نفس الوقت هناك مخاوف كبيرة. من معه السلاح، من هو على الأرض، يخاف عندما تعود الحكومة الشرعية، أن تطلب منه الحكومة الشرعية أن يعود إلى 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 أماكنه السابقة أو لموقعه السابق. فلا بد أن يكون هناك أطر عامة وسياسات عامة تطرح للتأمين، منها دولية تعطى هذه التطمينات، منها على الأرض. وللأسف الشديد كما نعلم بأن الأمم المتحدة عبرت عن عدم قدرتها على وصول بعض المراقبين الدوليين إلى اليمن أو إلى صنعاء أو إلى تعز أو أي منطقة من المناطق المشتعلة، بحجة بأنها لا تستطيع أن تحمي هؤلاء المراقبين، وهو عذر حقيقة قد يكون مقبولا، ولكن هناك قد نحتاج أيضا إلى مراقبين ممكن من الدول عربية أخرى مثل الجزائر، من دول أخرى لم تكون جزء من العدوان التي ممكن يتوافق عليها الجميع. يعني يحتاج الموضوع إلى الكثير من التفكير خارج إطار الصندوق، نحتاج إلى إيجاد ضمانات. طيب، سريعة، الوضع لا يحتمل. نعم، إذا لجنة الهدنة نفسها أو نعم، إذا ضمانات سريعة وآليات لتطمين الأطراف جميعها. أستاذ فهد الشرفي، كيف تنظر أنت إلى هذا الأمر؟ يعني يبدو أن يعني يفهم من كلام الأستاذة جميلة، إذا لم أكن مخطئة، بأن الذهاب إلى المفاوضات الآن لم تكن ناضجة بما فيها الكفاية فيما يتعلق بترتيب آليات وإجراءات تنفيذ هذه المباحثات. ما رأيك؟ هناك فرق بين من ينظر إلى مشاورات الكويت أنها فرصة للحوثيين وحليفهم صالح للخروج بأقل الخسائر وتجنيب البلد استمرار عملية الحسم العسكري وإنهاء الانقلاب، وبين من ينظر لها أنها إكمال لما تم من الانقلاب، بحيث يتم إعطائه الصبغة السياسية وشرعنة هذا الأمر وإعادة بقية اليمنيين الذين خرجوا خوفاً من بطش السلع وعلى إثر احتلال الحوثيين ودعسهم ودوسهم على كل مقدس في اليمن وانتهاكهم لكل الحقوق ودخولهم إلى القصر الجمهوري. أنا أقول للأستاذة جميلة علي رياء، بإمكانها وبإمكان ولد الشيخ أن يستدعي المبعوث السابق السيد جمال بن عمر ليخبره بمراحل صعود الحوثي من صعدة ومن جبال مران حتى بلغ إلى القصر الجمهوري، ويسلمه خارطة يعود بناء عليها إلى الكهف الذي كان فيه. وأنا أريد أن أسأل، ما هي الطريقة المشروعة التي تراها الأستاذة جميلة وغيرها ممن لديهم هذه الرؤية الضبابية، ما هي مشروعية وصول الحوثي وبلوغه وصعوده من صعدة إلى صنعاء في مقابل مشروعية الرئيس هادي الذي توافق عليه كل القوى السياسية وتم انتخابه من 7 مليون مواطن يمني مهما تكون انطباعاتنا عنه؟ وما يعني، أنا والله آسف جدا أن يكون هذا هو خطاب الأستاذة جميلة، وهي الأستاذة والأكاديمية والباحثة والمدربة وصاحبة السيف الطويل العريض في دعم حقوق الإنسان والحريات والتدريب على التنمية البشرية. ويعني أن يأتي مثل الأستاذة جميلة وغيرها ليمثلوا مظلة
وأنا كنت أرجو منها أن تكون في صف المظلومين والمضطهدين، وألا تقول العدوان، فالعدوان الأول بدأ منذ 2004 على أبناء صعدة، ولم نسمع أصوات هؤلاء. العدوان من الحوثي هو الذي جر علينا الويلات، وهو الذي أسقط دولتنا، وعليها اليوم أن يعلن قرارا بحل اللجان الثورية ليثبت لنا حسن النية. لماذا لا يتم حل هذه اللجان التي تنهب قوت أبناء اليمن، والتي تصدر الأوامر بالاعتقال والتعذيب؟ من الذي يحلها أستاذ فهد؟ يعني أنا أعتقد أن الحوثيين إلى الآن لا زالوا يراوغون، وأن جمال بن وأن إسماعيل ولد الشيخ يعطيهم الفرصة، لكنني أثق في أن الوفد الحكومي وأن أتى إلى هنا ولديه المرونة والصبر، وسيكشف للعالم بأن جماعة الحوثي وكل المتواطئين معها سواء محليا أو إقليميا أو دوليا ليسوا جادين، وأنهم يتحملون المسؤولية الكاملة عن كل قطرة دم وعن كل أنة وعن كل ألم يصاب بها اليمنيين، وهذا ما أتينا من أجله وسنثبته للعالم إن شاء الله. طيب أستاذة جميلة، يعني علي رجاء، يبدو أن الطرح الذي طرحتيه فهم على أنه رؤية ضبابية لا تحدد، وهذا ربما أنا ما فهمته أنا أيضا، أنه لا يسمي الأشياء بمسمياتها، الدولة دولة والإنقلابين إنقلابين، وعلى هذا الأساس يمكن أن تبنى مشاورات ومباحثات بشكل سليم بناء على القرار الأممي الذي يتحدث صراحة عن إنقلابيين وعن إزالة كافة مظاهر الإنقلاب. حتى يزول هذا اللبس أستاذة جميلة، هل أنت تتعاملي مع السلطة، سلطة الأمر الواقع في صنعاء، على أنها انقلاب، يعني أنت كمواطنة يمنية ابتداء، ومن ثم ما هي الإجراءات التي تحدثت عنها التي يمكن أن تفرض على هذا الإنقلاب لتسليم السلاح للدولة والانسحاب من المدن كما ينص على ذلك القرار الأممي؟ نعم أستاذة جميلة، أنا حاولت الإجابة على سؤالك. أنا يعني مش فاهمة أين الضبابية، قدر ما حاولت أن أنا أطرح نقاط على الحروف. فبالتالي نحن نقول بأن هناك إشكالية في المشاورات التي تتم في الكويت لأسباب معينة ومحددة. واحد، بأن تفسير القرار 22/16 مختلف بين الجهتين، رقم واحد. اثنين، هناك من هو مستفيد من استمرار حالة الحرب، نعم، ومن يسموا بأنهم أمراء حرب. ثلاثة، الإعلام التصعيدي الذي لا يساعد على التهدئة. أربعة، عدم الاستعداد الجيد للجان التهدئة التي أو لجنة التهدئة، نعم، التي شكلت لضيق الوقت. وحتى نحن سألنا الجهة المعنية عندما كنا نزور الكويت على هذه النقطة بالذات، وقيل بأنه لم يتم الاستعداد لها، وأشرنا فيما تناولناه إلى أن هناك مناطق ساخنة لا يجب الانتظار فيها كثيرا، مثل جبهة تعز خاصة ونحن مقدمين على الفترة القادمة. طرحنا موضوع أن هناك أيضا أكثر من سنة من الاحتراب والاقتتال، وأنه نعم أنه الحالة تستدعي سرعة ألم تطرحوا أستاذة جميلة من هو المتسبب في هذه الحرب وهذا الاقتتال وكل هذه الفاتورة التي دفعها اليمنيون خلال عام؟ لا، أنا عندما تكونين في طاولة المفاوضات لا تضعين إصبعك مباشرة، أنت تريدين أن تصلين إلى حل وليس إلى تكثيف أو استزادة المشكلة. فنبحث عن حلول أكثر من الاتهامات المتبادلة، لن نصل إلى شيء إذا استمرينا في الاتهامات المتبادلة. هل تعتبري أستاذة جميلة بأن تسمية الأمور بمسمياتها اتهامات متبادلة؟ هل تعتبري بأن توصيف الإنقلابيين كإنقلابيين وتحميلهم المسؤولية مسؤولية ما حدث في البلد خلال أكثر من عام هي اتهامات متبادلة ويمكن أن نعم؟ إطلاقاً، ولكن عندما تكونين أنت عملك أو شغلك محدد بأن أنت تبحثين عن حلول مناسبة، لا تصبين الزيت على النار وأنت تتحدثين فقط لا غير. كلنا نعلم المسميات، نعم، ولسنا هنا في مجال نحن نتصيد لبعض، لأن أنا أريد أن أسمعك تقولين هذه الكلمة انقلابيين، وأنا أريد أن أسمع منك تقولين الشرعية. كلنا نعرف إذا قلنا بأن نحن متفقين على أن المدخل المرجعية القرار 22/16 هو الأساس، كل شيء مفهوم في هذا الإطار. نعم. عندك ثلاث مرجعيات فيه،
عندك وفدين حضروا، وقلت لك في مجمله عندك استشكالات يجب النظر إليها، وكما قلت لك أن الإعلام يجب أن يساعد الطرفين في التهدئة وليس التغطية. هناك فرق بين التغطية على الأخطاء وهناك فرق بين التهدئة. نعم أستاذة جميلة، وضحت الفكرة أستاذ فهد الشرفي. إذن هناك فرق بين التغطية وبين التهدئة. تتحدث الأستاذة جميلة بأنها مع المسار الذي يذهب باتجاه التهدئة وعدم التغطية على أخطاء الآخرين، يعني كيف تفهم أنت هذا الطرح؟ متى كانوا هؤلاء أصلاً مصعدين حتى يهدئوا؟ هم مهدئين بالنسبة لغتهم مع الحوثي هادئة. نعم. هادئة تماماً، حتى وهو يقتل الناس ويذبح الجمهورية من الوريد إلى الوريد وهم هادئين. أولاً يجب على كل الناس الذين يصيغون هذه ويقدمون مثل هذه ويعملون إلى جانب إسماعيل ولد الشيخ ومنهم الأستاذة جميلة والطابور وعلي سيف حسن وكل هؤلاء أن يعلموا أنه مهما تم تضليل المبعوث الأممي إلا أنه سيصطدم بجدار قوي وصلب. فالناس لم يأتوا إلى هنا، وليس هناك يمنيا مستعد أن يوقع مع الحوثيين على مقاسمة نص الإنقلاب في الجريمة. نحن لا نقول ولا نطالب بأن يتم اجتثاث الحوثيين. نحن أتينا، لدينا دولة مختطفة تم اختطافها في وضح النهار أمام مسمع ومرأة من العالم، وزحف لها عبد الملك الحوثي واجتث كل المعارضين في طريقه حتى بلغ صنعاء وأسقط المعسكرات ونهب الدبابات ودخل إلى الوزارات وأخذ الختوم وحاصر الرئيس وعمل كل هذه الأعمال في وضح النهار. لماذا الآن نأتي لنقول هناك أطراف والأطراف المتصارعة والأطراف؟ هل أصبح الرئيس طرف؟ هل العاصمة طرف؟ هل الجمهورية طرف؟ هل الوحدة طرف؟ هل الديمقراطية طرف؟ هل الوزارات طرف؟ هل أصبحنا طرف وهذه السلالة طرف؟ عبد الملك الحوثي وست أو سبع أسر تتحكم اليوم في مصير أبناء اليمن. خلال عام نهبت أكثر من 4 مليار دولار، خلال عام نهبت وامتصت دماء اليمنيين، خلال عام دمرت كل المدن، خلال عام وصلت إلى عدن، خلال عام دمرت حواضر اليمن، خلال عام شردت أكثر من 3 مليون يمني. لو كان هذا الفعل أقدمت عليه جماعة منتمية للإخوان المسلمين أو منتمية للسلفية أو منتمية للصوفية أو منتمية لأي مذهبا آخر غير هذا المذهب الذي يحظى بتدليل الأمم المتحدة وبرعاية العالم، للأسف وهو مذهب أو جماعة وطائفة واتجاه وحركة إرهابية إجرامية ترتكب نفس الجرائم التي ترتكبها داعش. نحن اليوم نقول هل الحوثيين أصبحوا مستعدين لتسليم الدولة ويطالبوا فقط بضمانات ألا يتم الانتقام منهم؟ هذه ضمانة. والضمانة الثانية ألا يتم إقصاءهم في المستقبل من المشاركة كمواطنين يمنيين أو كحزب سياسي من حقهم أن يتحولوا. نعم، هذا أمر آخر أستاذ فهد، هذا أمر آخر وسابق لأوان مسألة مشاركتهم. لا زالوا إلى الأمس يطالبوا أن محمد علي الحوثي من حقه. نعم. هو أن يعين اللجان الأمنية التي تستلم السلاح. ما شاء الله العظيم، يسلموا السلاح من اليد اليسار إلى اليد الشمال. هذا نعم. كلام لا يمكن أن يقبل به أحد. نعم أستاذ فهد، يعني إحنا ابتداء يعني الحديث عن عودة الحديث عن السلام في البلد، أعتقد أنه سيكون الحديث بداية عن استعادة الدولة، وهذا أيضا ما ورد في أدبيات يعني الأمم المتحدة والقرار الأممي تحديدا 22/16. أستاذة جميلة، هناك من يرى بأن المشروع الذي تحمله النساء السبع وأنت واحدة منهن هو مشروع في ظاهره السلام وفي باطنه إفراغ القرار الأممي من محتوى وشرعنة الانقلاب، وهو المشروع الذي تم طبخه في البحر الميت برعاية دولة أوروبية. وربما البعض يرى في تصريحات النساء السبع اللاتي يعني تم فرضهن على المباحثات في الكويت ما يؤكد ويعزز هذا الطرح. عزيزتي وشكرا للأخ فهد، لأنني بدأت أشعر بأن المعلومات التي تستقونها من الفيسبوك، وهذا للأسف. يعني يا ريت كنت قرأت البيان الذي أصدرناه، ستجدون بأن البيان الذي أصدرناه أشار إلى المرجعيات الثلاث الأممية وإلى كل النقاط التي يتم التعامل معها في إطار المشاورات والمفاوضات. والرسالة التي حملناها النساء هو يأتي تحت إطار قرار 1325، وهو مساهمة النساء في عملية سلمية، ولم نكن مفاوضات، ولم نكن هناك لإرباك المشهد، لم نكن هناك محاولة التغطية على أي شيء، ولكن كنا ندعم المسار السلمي الذي يتم
مع محاولة أن نحملهم المسؤولية بأن إذا فشل الحوار هذه ستصل البلاد إلى تنزلق إلى منزلق خطير. موضوع البحر الميت واجتماعاتي هذا موضوع آخر تماما ليس له علاقة. يعني هل هي مصادفة أن تكون نفس النساء التي كنا في البحر الميت قبل أيام هن نفسهن النساء الموجودات الآن في الكويت؟ هناك أيضا من يتساءل بأنه من منح هذه النساء شرعية تمثيل كل النساء في اليمن؟ نعم دعيني بس أكمل السؤال. هناك من يتساءل من منح السبع النساء التي فرضهن ولد الشيخ على مباحثة الكويت، من منحهن الشرعية للحديث عن كل النساء في اليمن، وما الذي بوسعهن أن يقمن فيه سبع نساء يمنيات في 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 حين لم تستطع الأمم المتحدة حلحلة وزحزحة الانقلاب منذ عام؟ دعني أقول لك بأن من موجود في الكويت؟ موجود الوفدين المباحثين، أليس كذلك؟ المتباحثين. هناك مستشارين للوفدين، مستشار لهذا الوفد وذاك الوفد، هناك إعلاميين من هذا الوفد وذاك الوفد. نعم. فبالتالي من الذي ناقص؟ الذي غير موجود؟ صوت النساء غير موجود، صوت النساء الذي حملنا صوت ليس النساء فقط ولكن صوت الشعب الموجوع من الحرب، المتألم من الحرب، المعاني من الحرب، كل ما طرحه فهد من من الارباكات ومن الاوجاع ومن القتل ومن الجرحى الى اخره، هذا الصوت الذي حملناه، حتى حملنا رسائل من امهات المخفيين قسريا، المختفيين قسريا، حملناها الى المتباحثين، يعني قمنا بدعم المباحثات السلام، لم نقم بدور اكثر من ذلك. نعم هو فقط لإزالة اللبس عن التمثيل، على أي أساس جاء هذا التمثيل أستاذة جميلة؟ يعني أظن أنه كان واضحا بأنه بيتم اختيار النساء اللي لهم دور، لهم خبرة بحسب السي في، أيضا السير الذاتية، إيش أدوارهم، لهم علاقة بالحوار الوطني، عندهم خبرة في هذا المجال. لم يكن مطلوبا أن نذهب لنتهم جهة أو نتهم جهة ضد الأخرى، ولكن كان المطلوب مننا أن نقدم رؤية خاصة بنا تدعو إلى التعجيل في عملية السلام. طالبنا بإخراج المختفين قسريا، طالبنا بالعودة إلى طاولة المفاوضات والإسراع بها، طالبنا بكل هذه الأشياء وتسليم الأسلحة، كل النقاط والمرجعيات التي وافق عليها الطرفين. لكنكن أستاذة جميلة ونحن تابعنا البيانات التي صدرت عنكن، لم تذكرنا أبدا، لم تتحدثنا مطلقا عن الانقلاب ولا عن إزالة مظاهر الانقلاب، ولم تتحدثنا صراحة عن طرف الشرعية، ولم تصفنا أيضا طرف الانقلاب بهذه التسمية. كيف نفهم هذا الطرح؟ تحدثتم عن الأطراف المتصارعة، وهذا ما يتخوف منه اليمنيون الآن. عندما تتحدثين عن قرار 22/16 عن ماذا تتحدثين؟ نعم نعم، هناك أنا كما أشرت لك بأن هناك حديث عن أن هناك جهود الآن دولية عبر أدوات مختلفة لإفراغ القرار 22/16 من محتواه، الحديث عن القرار لكن التلاعب والتحايل عليه وشرعنة الانقلاب. إطلاقاً إطلاقاً إطلاقاً، من لا يريد أن تعود الدولة؟ نعم. من لا يريد أن تكون هناك حكومة قوية نافذة؟ من لا يريد أن نعمل على موضوع الانتهاء من القتل ومداوات الجرحى؟ من منا لا يريد أن يكون هنا استقرار في اليمن؟ من لا يريد أن يكون هناك دولة؟ كيف أستاذة جميلة، هل يمكن أن تلخصي لي؟ هل يمكن أن تلخصي لي رؤيتك أنت الآن لعودة الدولة، يعني بنقاط سريعة من خلال رؤيتك أنت لهذا الأمر؟ هذا كلامي كله هو ما قلته. نعم يعني نعم استاذ فهد الشرفي، نعم استاذه جميله، استاذ فهد الشرفي، يعني استمرار المباحثات الان دون سقف زمني وشهر حتى الان ولم تتحرك المباحثات او المشاورات خطوه واحده الى الامام، ولم يعلن حتى ولد الشيخ ولم يظهر بتصريح يوضح ان هناك طرفا معرقلا لهذه المباحثات، يعني بطبيعه الحال هناك طرف معرقل، شهر كامل لم تتزحزح الامور خطوه واحده، لماذا برايك يفعل هذا ولد الشيخ، ولماذا لا يكون صريحا في تسميه الطرف المعرقل للمباحثات؟ المؤكد أنه إلى الآن معروف أن الإنقلابيين هم الذين يعرقلون، لأنهم إلى الآن وافقوا على المرجعيات، وفي اليوم الأول
يعني انقلبوا عليها، ثم وافقوا على الإطار العام المقدم من الأمم المتحدة الذي وافقت عليه الحكومة من حيث المبدأ، والذي يشمل الانسحابات وتسليم الأسلحة تحت إشراف لجان أمنية وعسكرية عليا ولجان محلية في المحافظات تشكل بقرار من رئيس الجمهورية، وبعد أن يتم أيضا التسليم والانسحاب وتسليم مؤسسات الدولة في صنعاء تعود الحكومة، وثم في المرحلة الثانية قبل الانسحاب من ربما المناطق المتبقية التي سيكون الحوثيين لا زالوا فيها أيضا الانقلابيين، يتم إنعاش عملية الحوار السياسي، بمعنى أنه هناك يعني في هذه الرؤية شيء من الجدية، أن يكون قد سلم العاصمة وانسحب من تعز ومن أب ومن بعض المناطق، ويكون باقي ربما في بعض مناطق، ثم يبدأ عملية الحوار السياسي كضمانة، وهذه هي إحدى الضمانات. الحديث عن القرار الدولي وأنه بحاجة إلى تفسير، هذا أمر غريب جدا أن أسمعه من أستاذتنا جميلة، لأنه إذا فتحنا للحوثيين هذا الباب فلا زالوا يقولون ويقتلوننا على آيات نزلت قبل 14 قرنا، يقولون إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أنها نزلت فيهم وأن الله ولاهم علينا، فإذا أعطيناهم وفتحنا لهم هذه الثغرة، المسألة ليس فيها تفسيرات، المسألة حصل انقلاب، والقرار في مجمله يركز على ضرورة إنهاء هذا الانقلاب، كيف ولماذا؟ هذه آليات لازم ولا بد من اتخاذها، ولا بد من مساعدة الشرعية في الوصول إلى كسر هذا الانقلاب، سواء سياسيا أو عسكريا. هل الحوثيين جاهزين لإنهاء الانقلاب وتسليم مؤسسات الدولية؟ يتم البحث في الآليات. هل لا زالوا إلى الآن فقط أتوا من أجل أنهم يظنون أنهم سيخترقون اختراق في جدار التحالف أو في جدار الإقليم أو في جدار المنظومة الدولية التي أحاطتهم بشبه حصار كامل بعد الانقلاب؟ الانقلاب الحوثي لم يعترف به أحد، ولو اعترف به أحد لوجدنا كثير للأسف من النشطاء الآن يزمرون ويطبلون له، وكنا ننتظر من هؤلاء أن يكونوا رسلاء لشعبهم. اليوم لا، المسألة ليست مسألة حياد، اليوم يجب أن يكونوا رسلاء لشعبهم، يكون لديكم 1000 انطباع عن هذه، و1000 انطباع عن الحكومة، و1000 انطباع سيء عن السعودية وعن غيرها، لكن الحوثي اليوم يجرع اليمنيين جميعا الويل، الحوثي ينهب الدولة، الحوثي أتى بطريقة لا تنسجم مع المنطق ولا مع شعارات حقوق الإنسان ولا مع الديمقراطية ولا مع التعددية، وهذا هو اختبار تاريخي لكل أبناء اليمن، وعلى رأس هؤلاء النساء السبع اللاتي أتينا إلى هنا، وأنا لا أريد أن نحملهن أكثر من مسؤوليتهن أو أن نقول أنهن قد أتين ضمن مؤامرة، لديهن دور، وأتمنى أن يكون هذا الدور في المستقبل أن يكون دورا واضحا. وأنا أسأل هنا سؤالا واضحا، إذا نكث الحوثيين وتمردوا على هذه الفرصة للسلام، هل سيكون لهذه النسوة موقفا واضحا ولو الآن؟ يعني أن تأتي متأخرا هذا السؤال أظن الأستاذة جميلة تسمعك الآن، يعني أم سيذهبنا للبحث عن تفسيرات وتبريرات أنه والله الجماعة كذا ولهم كذا ولهم معاذير، فالبحث عن المعاذير للظالم مشاركة له في هذا الظلم ومشاركة له في الجريمة. نعم أستاذ فهد، إذا السؤال إليك أستاذة جميلة، إذا في حال يعني طالما أنتم دخلتم الآن في هذا الجو في هذه المعمعة، ولو أن لا زالت هناك كثير من علامات الاستفهام لم يجد لها اليمنيون مبررا فيما يتعلق بحضورك لهذه المباحثات، لكن طالما وأنتن الآن موجودات في هذا الجو، في حال تبين لكن الطرف المعرقل لأي تسوية أو للمضي بالمباحثات إلى الأمام وتنفيذ القرار الأممي 2216 الذي يقضي بإزالة الانقلاب ومظاهره جميعا وعودة الشرعية إلى صنعاء والانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة، هل سنسمع لكنا موقفا صريحا من هذا الأمر؟ ومتى يمكن أن نسمع ذلك؟ بالطبع، يعني أنا يعني عندي انطباع لأنه ما يتم قوله الآن لي ليس له علاقة بالبيان الذي ذهبنا به أو قرأناه هناك، ليس له علاقة بما أقوله في هذه الحلقة، كأن لا أحد يسمع ما أقوله، وليس له، ولكنه نوع من أنواع وجهات النظر أو الأحكام المسبقة. فأتمنى على الأخ فهد، وأتمنى عليك أنت أيضا عزيزتي، لأنك إعلامية متميزة، وهذه القناة قناة جديدة وتستحق كل التقدير،
ولكن أن نكون فعلا منصفين، لا نسمع ولكن ننصف. نعم. نحن باحثين عن سلام، لا يحتمل الوضع في اليمن أن ندق طبول الحرب، وأن نحاول قدر الإمكان كنساء دعم ذلك. أما محاولة أنه تغليف موضوع ذهاب النساء، كما قلت هناك قرارات أممية، كل القرارات الأممية الخاصة باليمن منذ بداية 2011 كلها ركزت على ضرورة استعداد المرأة لعملية سلمية، فبالتالي هذا كان تنفيذا لهذه القرارات، وأرجو مراجعة هذه القرارات، منها القرار 1325، وأتت زيارتنا في هذا الإطار. وشكرا. نعم نعم أستاذة جميلة، احنا لا نشكك بفكرة وأهمية مشاركة المرأة، يعني مضطرة لأعيد لك يعني وجهات النظر التي نحن نعبر عنها الآن، حتى استنقاصك أنت بفكرة الفيسبوك، وأنه طبعا الفيسبوك أصبح مصدر للجميع الآن، مصدر موثوق ويعبر عن آراء شخصيات مهمة في البلد، إعلامية وسياسية، وهو فضاء يعني لمعرفة المزاج العام الموجود في البلد. أظن أنت حتى مواقفك ربما لن نجدها إلا من صفحتك على فيسبوك. أستاذ فهد الشرفي، ما الذي يمكن أن نتوقعه منكم أنتم الآن كإعلاميين موجودين في الرياض في ظل المماطلة الحاصلة في الكويت، الحاصلة في الأجواء، في أجواء المباحثات؟ هل يمكن أن نسمع قريبا انتهاء هذه المباحثات وإطلاق رصاصة الرحمة عليها أو إعلان فشلها صراحة من قبل المبعوث الأممي، أم أن برأيك لا زالت هناك خطة لتمييع وتطويل المدة إلى مدى بعيد، بما يجعل اليمنيين يتململون أكثر ويقبلون بأي نتائج يمكن أن تصل إليها هذه المباحثات؟ أعتقد أنه هناك عزم وإصرار كبير لدى القوى الدولية والأمم المتحدة، وتريد لهذه الجولة ألا تفشل فشلا ذريعا، ولو أنها قد أفشلها الحوثيين وأهدروها إلى الآن. الحقيقة أنهم أهدروا هذه الفرصة إهدارا كبيرا، وظلوا منذ اليوم الأول لم يناقش شيء، يعني حتى مسألة المعتقلين، ما هو مسوق أبو عبد الملك الحوثي هذا التافه أن يبقى معتقل لأبناء اليمن؟ يعني الآلاف، يعني هل يساوم بمعاناة المساكين من حتى بينهم شيوخ بعضهم تعدى 70 عام، وأنا أعرفهم من صعدة، وهناك آلاف لا أحد يعلم عنهم شيء، ليست أسماءهم مدونة ولا مسجلة، وليس لهم من يتحدث عنهم. هؤلاء السجناء المعتقلين المختطفين المظلومين المشردين، يعني ألا يستحق هؤلاء أن يتم أن يخرجوا؟ لماذا نظن أو نضحك على أنفسنا أن هؤلاء سيطلقوا دولة وهم لم يطلقوا شيخ أو لم يطلقوا أخو شهيد؟ إلى الآن لا زالوا مصرين على الاعتقالات، لا ومن كواليس المشاورات، تزيدكم من الشعر بيت: الحوثيين يعتبروا المختطفين من أبناء الذين اختطفوهم من البيوت أسرى حرب للأسف الشديد. نعم. ويطالبون بأن يقايضوا هؤلاء، ويبحثون عن ربما مكاسب سياسية أو مكاسب مادية مقابل هؤلاء، بيع وشراء في البشر، بيع وشراء في الجماجم، بيع وشراء في المبادئ، بيع وشراء في كل شيء. هذه حركة إجرامية قذرة، ولذلك نحن نقول أن الذين يطالبون الناس ويطالبون الحكومة بتنازلات، أعتبر الوقوف والجلوس مع حركة يدها ملطخ بدماء كل شريف في اليمن حركة إجرامية إرهابية مثل جماعة الحوثي، والجلوس معها على طاولة واحدة هو أكبر تنازل، والله إنه أكبر تنازل. والصبر من الوفد الحكومي على مهزلة وعلى خطب حمزة الحوثي، يأتي حمزة الحوثي يعني ليهدر في قصر بيان في الكويت، ليقرأ لهم من ملزمة عبد حسين بدر الدين الحوثي. نعم. قال سيدي حسين في صفحة كذا، هل هذه المشاورات، هل هؤلاء الناس الذين يستحقون أن يتحدثوا عن معاناة اليمنيين، هل هؤلاء يشعروا بما يمر به أبناء اليمن؟ هل يجب على الجميع أن ترتفع أصواتنا؟ لا يجب أبدا أن نعطيهم مسوغ، لا يجب أبدا أن نتستر عليهم، لا يجب أبدا أن نقف في الوسط بينهم وبين الآخرين. هؤلاء لا 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 يحترموا شيء، وليس لديهم اي منطق. نعم، يجب ان نضغط عليهم جميعا. نعم استاذ فهد. نعم. طيب استاذه جميله، يعني وجودكم الان او من خلال رؤيتك لهذه المشاورات والمباحثات، الجلوس واستمرار هذه المشاورات في ظل عدم اعتراف
أحد الأطراف والطرف المعني بالقرار الأممي وطرف الإنقلابيين عدم اعترافه بهذا القرار، يعني هل تعتقدين بأن هذا منطق صحيح لاستمرار المباحثات؟ وهل يعني لكنا موقف من هذا الأمر؟ يعني الإنقلابيين حتى اليوم لم يصرحوا في تصريح واحد صراحة بأنهم موافقين على تنفيذ القرار، ومع ذلك يتم تدليلهم والمضي معهم إلى أبعد مدى، كيف تعلقي؟ دعيني أتحدث عن نفسي وليس عن زميلاتي أو أي مجموعة نسوية. أنا أتفق مع كل كثير مما يطرح خاصة بالنسبة للمختصين ومن يسموا بأسرى حرب، لأنه لا يجوز إطلاقا أن يتم إطلاق سراح من هم ليسوا يمنيين تحت صفقة معينة، ويترك اليمنيين هكذا واستخفاف بكرامة اليمنيين. إذا كانت أي حركة تدعي بأنها تراعي وأنها ترفع راية كرامة اليمنيين وسيادة اليمن وما إلى ذلك، ولكن هي تسمح هي تقوم بانتهاك اليمنيين كأفراد وكجماعات سياسية فبالخط. أنا أتكلم كشخصي وليس له علاقة بالمجموعة التي ذهبت إلى الكويت. يعني أنت هذا رقم واحد. نعم. رقم اثنين ما هو معروف ومسموع بأن هناك اعتراف بالقرار من الضباط من قبل الحوثيين، ولكن اختلاف كيفية تفسير هذا القرار. هناك كما قلت وأسلفت سابقا في البداية هنا يكمن الإشكال. هناك لدينا خيارين، الخيار الأول نحن نحاول حتى نستنفذ كل القرارات، والحل الثاني العودة إلى القتال والحرب. فأنا أرى أن نستنفذ كل السبل الممكنة. نعم، هل الذهاب إلى السلام بإزالة مظاهر الحرب أم بإزالة أسباب الحرب؟ عفوا لم أسمعك. عندما نتحدث عن السلام ومساعي السلام، يعني هل تكون بإزالة مظاهر أو ما نتج عن الحرب أم عن أسباب الحرب؟ طبعا بالطبع، يعني أنت عندما تتحدثين عن حوار لاحق يشمل كل الأطراف، ما هذه جزء أيضا من الإشكالية. أنا أرى بأن التفاوض الطرفين فقط في إشكالية، أنه كان المفروض أنها تدخل فيها عناصر أخرى تساعد على تذليل الصعاب بشكل أو بآخر، تكون يمنية، تكون بالأحرى أنها تكون يمنية. هذا واحد. اثنين، أنه الحوار يجب أن يشمل مرحلة اليمن ومستقبل اليمن، ليس حكاية أن احنا المفاوضات التي تتم على أساس التهدئة وإيقاف الفساد، ولكن الحوار فرق بين التفاوض والحوار. الحوار الذي يجب أن يتم أن يشمل موضوع الدولة اليمنية القادمة والتي تقوم على نعم والتي جميلة اشتغلنا عليها في مؤتمر الحوار الوطني، والتي انقلب عليها أيضا والتي انقلبت عليها الميليشيا والتي انقلبت عليها الميليشيا الحوثية مع بتحالفها مع المخلوع صالح، يعني كليا أستاذة جميلة. أستاذ فهد، إذا لا زال الحديث عن حوار ولا زالت مباحثات ولا زال اليمنيون يعني كالقابضين على الجمر باستمرار المجتمع الدولي برعاية حوارات مع ميليشيات وأيضا بالصبر عليهم وتدليلهم إلى هذه الدرجة. في دقيقة واحدة أستاذ فهد، كيف تنظر إلى نهاية هذه المباحثات، وهل يمكن أن نخرج من هذه الميليشيا بأي وعد أو اتفاق أو التزام يمكن أن يفضي إلى استعادة الدولة؟ هناك إصرار من الدولة المضيفة ومن الأمم المتحدة ومن القوى أن تخرج، ألا لا تفشل هذه المشاورات، وربما أن يصلوا فقط إلى إرساء أرضية لجولات أخرى قادمة تحل القضية. وأعتقد أن هناك تضليل حتى ولد الشيخ لديه قصور في فهم القضية اليمنية، نحن لا نريد ترحيلا للحرب لأن الحرب القادمة لا سمح الله ربما تطال أطراف أخرى وربما تكون أكثر كارثية، فهكذا تعودنا من جماعة الحوثي. نحن فقط لسنا ضد السلام، نحن أكثر ما دفعنا ثمنا لهذه الحرب ووصلنا في كل مكان وهاجرنا عشرات المرات خوفا من هذه الميليشيا وأيضا هروبا من جحيم الحرب، لكن أيضا نحن ننشد سلاما حقيقيا، ولا يمكن أن نضحك على أنفسنا ولا يمكن أن نكذب على الناس ولا يمكن أيضا أن نقدم المسألة تقديما سطحيا مشوها ربما لا ينتج حلا عادلا ولا حلا عميقا يقضي على هذه المشكلة. نحن نريد حلا عادلا
يقودنا إلى دولة وطنية تحفظ لنا كرامتنا. نعم، إذن مهما كان حل شكل العادلة. هذه الدولة أو نعم. مفهومها أو طريقة حكمها للبلد. نحن نعم. الآن اليمني لم يعد يطلب نعم. إلا دولة. نعم أستاذ فهد، إذن حل عادل وسلام بعدالة حقيقية وباستعادة الدولة. أشكرك جزيل الشكر أستاذ فهد الشرفي الناشط السياسي، كما أشكرك الأستاذة جميلة علي رجال استشارية في بناء السلام ودبلوماسية يمنية. في ختام حلقتنا من فضاء حر لهذا المساء تقبلوا تحياتي أنا أسوان شاهر ومن فريق الإعداد أسامة القطيبي وعصام القيسي وكافة الفريق الفني للبرنامج. إلى حين نلتقيكم كونوا في رعاية الله.